الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المواقف العظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على حلمه عليه الصلاة والسلام وسماحته وكرمه، ما كان من قصة سيدنا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. فعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، أراد أن يكون هذا الأمر سرا لا تعلم به قريش حتى يباغتهم فلا يتهيئون لقتاله، ويكون فتح مكة سلما لا تراق فيها قطرة دم واحدة. ولكن هذا الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، مع أنه كان صحابيا جليلا وكان ممن شهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعفت نفسه وارتكب خطأ كبيرا عندما أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وكل امرأة بكتاب ترسله إلى صناديد قريش، وكتب في هذا الكتاب إلى صناديد قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي التوجه إلى مكة فاتحا. هذا خطأ كبير، فيه خيانة عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم وإفشاء لأسراره عليه الصلاة والسلام، وأعطى لهذه المرأة أجرا مقابل توصيل هذه الرسالة. ولكن الله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بما فعله حاطب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب ومعه المقداد أن يتوجه لإدراك هذه المرأة قبل أن تصل إلى مكة، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيدركونها في روضة خاخ، مكان اسمه روضة خاخ. وبالفعل أدركها هذه المرأة في هذا المكان، وطلب منها إخراج الكتاب فأبت، فهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائر شعرها. أخرجت الكتاب وعاد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه أن حاطب بن أبي بلتعة يرسل هذا الكتاب إلى صناديد قريش يخبرهم بهذا الخبر. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام حاطبا وقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله، لا تعجل علي، فإنما أنا امرؤ كنت ملصقا في قريش، أي حليفا لقريش، ولم أكن من أنفسها، لم يكن من صميم قريش. وكان المهاجرون الذين هاجروا كانت كل واحد منهم له قرابة يأمونه ويحمون ماله وأهله وعشيرته في مكة، ولم يكن لي قرابة تحميني أو تحمي مالي، فأردت أن أتخذ عندهم يدا بهذا الكتاب، وقد علمت أن الله ناصرك وأن هذا لا يضرك، وما فعلت ذلك يا رسول الله ارتدادا عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد إذ أكرمني الله بالإسلام. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: أما إنه قد صدقكم. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعفو ويصفح ويحلم على المسيء، مع أن هذا الصحابي ارتكب خطأ كبيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى هذا الخطأ وحده، وإنما نظر إلى ماضيه كله. ولهذا لا ينبغي أن نتعجل في الحكم على شخص معين من خطأ واحد ارتكبه، بل لابد أن ننظر إلى تاريخه كله لنحكم عليه، لا سيما إن كانت له سوابق حسنة تشفع له عند الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى ماضي هذا الصحابي وإلى تاريخه وإلى حاله، فعلم أنه زل هذه الزلة. نعم، هي زلة كبيرة، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم،
الذي هو أسوة وقدوة حسنة لنا جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولله در القائل، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.